مهما الحياة تقسى واليوم زي أمس لابد ما ننسى ونرسم بصيص النور وأقرب طريق عبور الحياة تقسى واليوم زي أمس لابد ما ننسى ونرسم بصيص النور وأقرب طريق عبور في عام 2015 بلغ عدد ضحايا السير 4850 ما بين قتيل ومصاب، وفي عام 2020 10830 ما بين قتيل ومصاب. المركب الهني واحد من أربعة أمور بيّن النبي الكريم أنها من أسباب السعادة، لكن بسبب سوء الاستخدام تتحول النعمة إلى نقمة، تتحول إلى أداة للموت وإزهاق للأرواح البريئة. سيارة يقودها مجنون خرجت عن مسارها وحطمت جدار منزل على الشارع العام وحصدت أرواح أسرة كاملة كانت نائمة في أمان الله. عاد الأب الذي أصابته صاعقة عندما شاهد الكارثة وتمنى أنه غادر الحياة مع زوجته وأطفاله. بدون مبالغة كل واحد منا نجا من حادث مشابه وموت محقق بسبب سائق متهور أو مخالف أو غير ذلك من الأسباب، وبدون مبالغة أيضاً كل واحد منا شاهد لحظة اصطدام مركبتين أو وصل والناس متجمعين حول مصاب أو قتيل بسبب حادث مروع. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث السرعة الزائدة. اثنين، التجاوز الخاطئ. التجاوز الخاطئ وهي هذا دمار شامل، وخاصة في أيام شهر رمضان وأيام الأعياد، وبالذات في شهر رمضان قبل الفطور لمن هم في المناطق البعيدة والذي يريد يصل قبل أن يؤذن، وهذه تكثر الحوادث في شهر رمضان وننبه عليها. يا أخي افطر في الطريق أو خذ لك تمرتين وماء وافطر. الحوادث المرورية في اليمن كثيرة وتزداد من يوم لآخر وتسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. ما مدى هذه الخسائر؟ إيش أسباب الحوادث المرورية أصلاً؟ وكيف نجنب أنفسنا والآخرين هذه الحوادث؟ الذي لا يهتم بتعليمات المرور هذا يسبب على نفسه، هو المتضرر في الأول والأخير. أما إشارة المرور هي لك وليست عليك. ثانيا، الذي لم يتفاقد السيارة وهو يعلم أنها معطلة أو أنها تودي به إلى الهلاك، فهذه كارثة والله، هو يسبب على نفسه ويدي نفسه في الهلاك. في عام 2015 بلغ عدد ضحايا السير 4850 ما بين قتيل ومصاب، والمؤسف أن هذا العدد ارتفع خلال السنوات التالية ليصل في العام 2020 إلى 10830 ما بين قتيل ومصاب. وخلال 3 أشهر فقط من العام 2022 سجلت الإدارة العامة لشرطة السير في اليمن قرابة 686 حادث مروري أسفرت عن وفاة 131 شخص، وتوزعت الحوادث على عدة محافظات: محافظة مأرب، ساحل حضرموت، المهرة وشبوة وتعز ولحج وأبين والحديدة ووادي حضرموت والضالع. من ناحية السائقين
في بعضهم إذا كان معه مشوار طويل يجيب السيارة اللي عندي، يقول تأكد على السيارة، يعمل لها تست كامل، عمل فحص كامل يعمل، وإلا أنا معي مشوار أرجع أنا أشيل السيارة وخذ بها مشوار وتأكد على محركاتها كاملة من زيوت ومن بريكها وكون متفاقد كامل. وبعض الناس يعني يتحركون ولا يهملون السيارة، يعني ما يتأكدون حتى بس راح مشوار عيد يرفع العيار حق الزيت، يتأكد شوف الزيت مضبوط ما هي مضبوط حقها، حيث أنه معه مشوار طويل مرحلة طويلة يتأكد على زيته ويروح بعائلته وهو مرتاح. هذه المشكلة في بعض هم بعض السائقين هم يقول من نفسهم يقول تعال شوف الموتر تأكد عليه يروح وهم مطمن. والأمر مش مقتصر على خسائر الأرواح، فالحوادث المرورية تسبب خسائر اقتصادية ومادية كبيرة جدا. في إحصائية قديمة ما بين 2003 و2007 قدر إجمالي الخسائر المادية بقرابة 14 مليار ريال يمني، يعني بمعدل 3 مليار ريال في السنة، وهذه إحصائية قديمة. لكن المشكلة أن الخسائر الكارثية لا تزال مستمرة وبأرقام كبيرة جدا. ويكفي أن نراجع لإحصائية وزارة الداخلية في المناطق الشمالية واللي قدرت الخسائر الاقتصادية جراء الحوادث المرورية بقرابة 2 مليار و400 مليون ريال يمني. طبعا أسباب الحوادث كثيرة، لكن من أهمها تدهور الطرقات وكثرة التشققات والحفر والمطبات، مع افتقار كثير منها لأهم وسائل تنظيم السير وهي إشارة المرور أو خطوط وعلامات السير الإرشادية. أنصح أي سائق إذا كان من البداية بالعطال، يعني شاف عنده فرامل ضعيف بريك ضعيف ما يقدر يمسك فيه، يحاول أطرف مهندس يروح لعنده يقول له تأكد قدام يحصل له أي مشكلة، أو يشوف عيار في الشيء إشارة في الطبلون، إشارة حمراء حق الزيت أو إشارة حق أي حاجة تندار للحرارة، أطرف واحد أطرف مهندس بروح بتأكد من هذا الخلل. أيضا من أسباب الحوادث غياب سطوة القانون ضد المخالفين. مثلا تجد الشارع ذهب فقط وتحصل صاحب سيارة جاي عاكس الخط، فإذا شافوا المرور يتخلص إما بالرشوة أو يقول سجل مخالفة، ولأن أجهزة الضبط القضائية غائبة ويكاد يكون الفحص السنوي معدوماً وكذا تجديد كرت السيارة تتراكم المخالفات، هذا إذا رفعت أصلاً، ولأن النظام الإلكتروني عندنا ضعيف يسهل إتلافها، الأمر اللي ينتج عنه تساهل الناس في مخالفات السير. ومن أسباب الحوادث أيضاً تهور كثير من السائقين وقيادتهم بسرعة جنونية. تشوف الواحد إذا ركب سيارته يخيل إليه أنه عنتر زمانه وأن الشارع ملك له لوحده. أيضاً جهل كثير من السائقين بقواعد السير الصحيحة وعدم التزامهم بأبجديات النظام العام في الطرق والشوارع. تجد صاحب الباص إذا شاف راكب يوقف في نص الخط فجأة، وصاحب السيارة يوقف سيارته بالعرض عشان بس ينزل للبقالة، أو يوقفها في مكان مزدحم ونزل دون مراعاة أن الشارع ربما يكون أصلاً خط سريع، وبعضهم أصلاً يكون الخط والمواقف متاحة لكن ما يرتاح إلا إذا وقف في وسط الخط فتأتي سيارة أخرى فتحدث الكارثة. ومن أسباب الحوادث أيضاً قلة جسور المشاة في الطرق السريعة وتباعدها وكسل المواطن اللي يقوم بقطع الطريق والخط سريع. وكم شفنا من هذه الحوادث اللي غالباً ما تكون مميتة أو تسبب إعاقة دائمة. أيضاً سماح أولياء الأمور للأطفال بقيادة المركبات، مع أن القانون عندنا لا يسمح بإصدار الرخصة لمن كان تحت سن 18. تعالوا شوفوا عندنا من يسوق السيارات والباصات من صغر سنهم ما تشوفهم أصلاً، وبعضهم عشان يشوف الطريق يحط على الكرسي بطانية أو أي شيء يرفعه، الطفل غير مدرك تماماً، وتسليم السيارة مخالف للقانون أولاً اللي أصلاً ما يطبق عندنا، وثانياً يعرض حياة المجتمع للخطر. برأيي أنا أشوف أول حاجة ما فيش توعية للسائق، وكمان ما فيش يعني برضه الإشارات والهذا هي برضه تعتبر من التوعية. من أسباب الحوادث زيادة الحمولة عن الحد المسموح به. تجد الباصات خاصة اللي تنقل المواطنين ما بين المدن حمولته دورين، والديانات تحمل أضعاف الوزن المسموح به والقواطر كذلك، ولأن الطرق عندنا شبه منتهية وما عندنا ميزان للحمولة على الطرقات ومراقبة لجميع المركبات تكون الحوادث بسبب الحمولة الزائدة كثيرة جداً. بس الإهمال يجي عواقب وخيمة، لا تهملها تجي لك عواقب وخيمة السيارة، همشي التفاقد والكهوة تتحرك
تدري على الماء، تشوف الزيت. أيضا من أسباب الحوادث عدم صيانة وتفقد المركبات والسيارات بشكل دوري، فكثير من أصحاب السيارات ما يتفاقد سيارته في اليمن إلا إذا وقفت. أحدهم أوقف سيارته بجدار البيت، ولما سألته ليش الصدام ملتصق بالجدار قال ما فيش فرامل. كيف ما فيش فرامل؟ وكيف بتمشي للقرية وتنزل الجبل؟ للأسف غياب ثقافة مفاقدة السيارة قبل السفر وعند الوصول وقبل الانطلاق غائبة عندنا، وهذا ما يسبب الحوادث اللي ممكن تحصد أرواح كثيرة، وكان علاجها سهل ويسير، مجرد تفاقدها فقط. ندعو المواطنين إذا إلى تفقد سيارتهم والحفاظ عليها والالتزام بالضوابط المرورية والحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين. المخالفات المرورية عندنا كثيرة جداً، وهذا يحتم على الجهات المعنية القيام بأدوارها المهمة، وعلى رأسها التطبيق الصارم لقانون المرور والسير وعدم منح رخصة القيادة إلا بالضوابط القانونية الكاملة، أيضاً الصيانة الدورية والمستمرة للطرقات. ولا شك أن الوضع الحالي للبلاد ما يساعد كثير على تطبيق ما تقدم، وفي هذه الحالة ما بنجد أفضل من رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقوانين السير والقيادة. فالمسؤولية مش مسؤولية الحكومة فقط، لأنها ممكن تغيب أو تقصر، وهذا يحتم على المواطن أن يكون حاضر الحس والمسؤولية، ولأن العواقب دائماً ما تنتهي بموت المصاب وسجن السائق أو إعاقة للمصاب وتحمل السائق لعلاجه ربما طول عمره. أيضاً من الحلول إقامة البرامج الثقافية والدورات التعليمية الجادة قبل استخراج الرخصة، وتطبيق المخالفات المرورية والحملات المفاجئة والدائمة. ومن المبادرات الجميلة في هذا الشأن ما فعلته بعض الصفحات التوعوية اللي تقوم بالتقاط صور للسيارات المخالفة سواء بركن السيارات أو عكس الخط، تفاعل معها الناس وكان لها أثر كبير في منع السائقين من المخالفة خوفاً أن تنشر صور سياراتهم. لابد كذلك من الاهتمام والتفقد المستمر للسيارات وإجراء الصيانة وتفعيل الفحص الدوري بجدية. فليتذكر أن لدي أسرة وأنهم منتظرين له وأنهم يريدون عودته إليهم، فلذلك لا يسرع ولا يستعجل، في التأني السلامة في العجلة الندامة. ورسالة مهمة للنساء والأمهات، إذا بتقطع الخط رجاء غاية الرجاء بالله عليكم التفتوا لليمين واليسار، الشارع غير الحارة. كم من حوادث مميتة بسبب أن المرأة تنزل من الباص أو تقطع خط بدون ما تلتفت، وبعض الأحيان يكون معها ولد فتتركه والخط سريع، فيجيك شخص مسرع والخط له، فتكون الحادثة أليمة وغالباً مميتة. أتمنى من الأخوة الشباب وخاصة الشباب الله يصلحهم الطائشين، أتمنى لهم أن ينقادوا وأن أن ينقادوا للإشارة المرورية وأن تعليمات المرور، لأن هذه وضعت لصالحهم وليس عليهم، لهم وليست عليهم. إلى كل سائق ومالك لوسيلة نقل، تذكر دائما قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أثناء قيادة سيارتك أو دراجتك النارية أو أي وسيلة من وسائل المواصلات، تذكر أن حياتك أمانة وأن حياة الآخرين أمانة أيضا. تذكر أن هناك عائلة تنتظرك، والداك، زوجتك، أبنائك. ولا تنسى أيضا أن للعابرين في الطريق أحبابا ينتظرونهم، والوصية الأبدية لا تسرع فالموت أسرع. في أمان الله. مهما الحياة تقسى
العبور مهما الحياة تقسى واليوم زي امس طريق